عليكم، ازيك يا احلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله النهارده انا جايه لكم بوصفه كده حلوه قوي بتدفي في السقعه اللي احنا فيها دي، وهي العدس. انا هعملها لكم النهارده بطريقه جميله جدا هتعجبكم، وكمان هنعمل لها طشه في الاخر كده حلوه قوي. يلا تعالى اقول لك مقاديري. تعالى نشوف مقاديري. انا معايا هنا ربع كيلو عدس غسلاه ومصفياه، ومعايا هنا 3 طماطم كده يعني زي ربع كيلو طماطم، جزرايه متوسطه، بصلايه صغيره من 5 ل 6 فصوص ثوم صغيرين، ومعايا هنا الملح ملوش مقادير، والكمون معلقه كبيره، والفلفل الاسود ربع معلقه، والكركم هنا معايا نص معلقه. يلا نحضر مع بعض. هنجيب طبعا حله كده معايا اهي، حاطه فيها ميه، هحط فيها كل المكونات دي مع بعض. هجيب سكينه، هنزل بالاول بالعدس، طبعا انا غسلاه كويس جدا. ننزل بيه كله كده، وكمان البصلايه كده على 4، وكمان الجزرايه. الجزره دي بقى تفرق في طعمه فعلا. كل حاجه هنقطعها كده تستوي معاها، ومعايا هنا فصوص الثوم هتحط زي ما هي، ومعايا هنا الطماطم كده نقطع كده 4 برضو كده. طبعا البهارات مش هنحطها دلوقتي، حطه على النار الاول يغلي غلوه، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه تاني. انا دلوقتي هرفعه على النار واوريه لكم. دلوقتي رفعته على النار اهو، هسيبه يغلي غلوتين اهو، كل الخضار ده كده هيستوي معانا، وبعد كده هوريه لكم هنعمل فيه ايه تاني. بس دلوقتي نغطيه ونرجع مع بعض تاني. بقى العدس كده بعد ما استوى انا سبته يغلي معانا اهو، زي ما قلت لكم شايفين كل الخضار كده استوى خالص اهو، الطماطم ما عادش ليها اثر، اتهرت تمام. انا بقى هسيبه يبرد. بص الجزر برضو اهو بيتقطع بكل سهوله، وما حطيتش البهارات بتاعتي برضو، هعرفكم انا هحطها امتى. انا هسيب العدس ده يبرد، هطفي عليه واسيبه يبرد، وبعد كده هضربه في الخلاط وهرجع معاكم تاني. يا جماعه العدس معايا اهو برد خالص، وضربته في الخلاط بقى معايا بالقوام الجميل ده. اللي عايز بقى يحط له الشعريه، لو عايزه عدس بالشعريه تحطي له بقى كوبايه ميه وتحمري الشعريه في الوقت ده وتحطيها. انا دلوقتي هنزل بقى بكل البهارات بتاعتي، الملح والفلفل الاسود والكمون والكركم، عشان يديه بقى الطعم. هو كده ريحته بالخضار اللي انا كنت حاطاه له ريحته جميله جدا. الملح طبعا بقى بيظهر الوصفه معانا كده. هنملحه وهنخليه يغلي غلوتين، وبعد كده هنعمل له الطشه بقى اللي هتفرق في طعمه جدا. هسيبه يغلي غلوتين وهرجع معاكم تاني. كده العدس غلى معايا غلوتين، هرفعه بقى من على النار ونعمله مع بعض الطشه بتاعتنا. وهنا جبت معاكم بقى الطاسه، هتحطي فيها الماده الدهنيه اللي انت تحبيها، زيت، سمنه، زبده، اللي انت تحبيه. وبعد كده هنزل بيها، هنزل ببصلايه وهحمرها. هي دي الطاسه بقى معايا هتفرق في طعم العدس جدا، خليهولي الطعم جميل جدا. هحمرها وهوريها كده. البصلايه اتحمرت معانا اهي، يلا بقى نحطها على العدس. يلا انا جبت العدس اهو معايا، العدس عشان كان بارد على جنب فما طشتش الطشه اللي انا عايزاها. بس كده تمام جدا. حطي بقيه البصل بتاعها، قلب فيها غلوه واحده بس عشان تاخد من طعم البصل المحمر ده. الف هنا وشفا اللي هيجرب العدس بتاعنا الجميل ده. شايفين لونه بقى الكركم خلاه لونه عامل ازاي، وكمان البصلايه هتخليه طعمه جميل جدا. جربيه بقى بطريقتي دي
دلوقتي بقى كده يلا بقى نقدمه مع بعض، عشان هو كده خلاص غير الغلوة اللي انا عايزاها. يلا بقى نقدمه مع بعض كده يا جماعة. خلصنا وصفتنا معانا، وادي العدس معايا اهو في منتهى الجمال. انا زينته كده بالبصل المحمر من على الوش، وقدمت معاه الليمون. تاكلوه بألف هنا اللي يجرب الوصفة بتاعتنا. ويا ريت لو عجبتكم وصفتنا ما تنسنيش في اللايك والشير والاشتراك في قناتنا، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.